فكرة يا فندم، يمكن كان في على بعض بعض التصريحات لبعض الجماعات الإسلامية وبعض الأحزاب المتأسلمة أو الإسلامية زي ما بيقولوا، إن فكرة أمريكا دي بعبع وأمريكا دي شيطان وما ينفعش تتحالف معاها دلوقتي، والحليف الصهيوني والحليف الأول الصهيوني لإسرائيل والعدو بالظبط دلوقتي المقاتل اللغة اتغيرت خالص، اللغة اختلفت تماما. المصلحة. ما هي دي فكرة المراوغة السياسية. ما علشان كده إحنا مشكلتنا، ولو تسمحوا لي أتكلم بصراحة شديدة، اتفضل. إحنا مجتمع وشعب عندنا ذاكرتنا الوطنية ضعيفة جدا. أولا لا نقرأ، وإذا قرينا اللي بيحصل واللي بيتكتب والتصريحات أحيانا ما بنفهمهاش، وإذا فهمناها بناخد موقف وتاني يوم ننساها. ذاكرتنا الوطنية ضعيفة لاتجاه الأشخاص والمواقف والأحداث. وأكيد في ناس بتلعب على ده 100%. طبعا أكيد طبعا أكيد. طبعا بدليل التغيرات اللي بتحصل دلوقتي بين الطيارات بين يوم وليلة. صح. دكتور هاني لبيب علي، اكيد الموضوع مش ما يتقفلش في قاعده زي ما بيقولوا، كلام هيفضل مستمر. تاني احنا بنقول ان ممكن نكون احنا في مرحله تخبطات ومرحله عدم رؤيه او عدم وضوح للرؤيه، بس انا متفائل برضو. احنا كلنا متفائلين مع ايه؟ لا هفضل في الانتخابات. هفضل متفائل. الانتخابات مرحله مش هي نهايه المطاف. صح صح. لان أتمنى. مصر والشعب المصري الناس دي كلها هي دي المستقبل. مش هو متهيألي برضه كانت تجربة إيجابية جدا ولا زالت تجربة إيجابية. لا وفي نفس الوقت يا فندم اللي طلع قدام عمره ما بيرجع لورا مرة تانية. طبعا. فما تهيأليش إن الشعب المصري هيسيب حقه بسهولة كده أو يسيب حد يضحك عليه مرة تانية. صحيح. نتمنى. معاك. شكرا. بالظبط. كلام لسه مستمر أكيد. وتاني عايزين نقول بس عشان بس ما يبقاش التون دايما كده، انتخابات حاجة عظيمة حصلت. بالظبط. وحاجة إيجابية جدا. وكل اللي بنتكلم فيه هي تفاصيل، لكن في الآخر هي يعني فعلا بجد حدث مهم جدا، والناس شاركت ديت فوق التوقعات اللي كان أي حد ممكن يتصورها، برغم إن السلبيات كمان والكلام ده كله، بس في الآخر برضه ما حدش يقدر ينكر إن هي كانت حاجة بجد عظيمة وبجد مهمة ولا زالت. ولكن في ملاحظات تانية بتكون عندنا سياسية اجتماعية، هي دي اللي إحنا بنحاول زي ما دكتور هاني قال عشان خاطر مصر أحسن، وإن أي غلطة ممكن تحصل دلوقتي أو أي تواطؤ او يعني او تباطؤ ممكن يحصل دلوقتي ممكن ياثر فينا بعد كده 50 سنه قدام. ده صحيح. وده اللي هنقوله بس. خلينا جدا سوري انا اسفه، خليني بس اقول لحضراتكم ان الفقره الاخيره هي فقره مميزه جدا، لان معانا فيلسوف الثوره الفلسطينيه ولنين الوطن العربي نايف حتومه. خليكم خليكم معانا.